ننتقل الآن إلى جنيف لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا. للمعلومات قدر الإمكان وبأكبر عدد ممكن من اللغات والوصول إلى كل ركن من أركان عالمنا. لقد قلت منذ البداية أن أهم مورد في الكفاح ضد فيروس كورونا يتمثل في التضامن، 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 التضامن. إن إطلاق فرصة أو إن إطلاق مبادرة تسريع اللقاح هو أولوية، ونحن ممتنون للكثير من قادة العالم والشركاء الذين التأموا سويا للتأكد من عدم افتقار أي أحد لهذه الفرصة في الوصول إلى العلاج واللقاح. هناك دول عديدة تدعم هذا التعاون العالمي، هذه الحركة العالمية. هذه المبادرة هي استثمار حيوي في الرد، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. التشخيصات تساعدنا في العثور على الحالات، حالات الإصابة، والتأكد من عزل المصابين وتوفير العناية اللازمة لهم. ونأمل أن اختبارات التضامن ستساعدنا قريباً على فهم أي نوع من العلاجات آمنة وفعالة في علاج المرضى. ولكن وفي نهاية المطاف نحتاج إلى لقاح للسيطرة على هذا الفيروس. إن النجاح في تطوير علاجات فعالة ولقاحات للإيبولا يذكرنا بالقيمة الهائلة لهذه الأدوات وبالقوة الهائلة للتعاون الدولي والوطني لتطوير هذه اللقاحات والعلاجات. منظمة الصحة العالمية لعبت دوراً هاماً في تطوير لقاح الإيبولا، وسنفعل نفس الشيء بالنسبة لفيروس كورونا. إن تطوير لقاح لفيروس كورونا تم التسريع به نتيجة للنجاحات التي واجهتها المنظمة وشركائها على مدار سنين في تطوير لقاحات لسارس وميرس. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا له آثار كبيرة، إلا أن المنظمة قلقة بشأن التأثير على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة للأطفال. الأطفال ربما تعرضهم للخطر من هذا الفيروس منخفض نسبياً، ولكن يمكن أن يصابوا بأمراض أخرى يمكن منعها من خلال اللقاحات. هذا الأسبوع هو أسبوع اللقاح العالمي، وفيه أكبر النجاحات في تاريخ الصحة العالمية. أكثر من 20 مرض يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات، وفي كل عام أكثر من 116 مليون وليد يتم تطعيمهم. ولكن لا يزال هناك 13 مليون طفل في العالم لا يحصلون على اللقاحات. نعرف أن الأرقام ستزداد نتيجة لفيروس كورونا، وبالفعل هناك تجميد لبعض اللقاحات، وبعض اللقاحات في دول معينة تم تقليصها. سنبدأ بموسم الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي. من المهم جداً أن يحصل الكل على لقاح الإنفلونزا. حتى عندما تعمل الخدمات الصحية، إلا أن بعض أولياء الأمور وبعض المعالجين يتجنبون إعطاء هذا اللقاح نتيجة لهواجس فيروس كورونا. ولو هذه المعلومات تضيف النار أو الزيت على النار، فإن هذا يعرض الأطفال أكثر وأكثر للخطر. وعندما ينخفض هذا الفيروس ستكون هناك أوبئة أخرى مثل الحصبة وشلل الأطفال. كانت هناك تقديرات أن 21 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط أبلغت عن نقص في اللقاحات نتيجة لإغلاق الحدود. وحتى الآن 14 حملة للقاح تم دعمها حملات ضد شلل الأطفال، الحصبة، الكوليرا
والتهاب الغشاء السحائي، وكل هذه تم تأجيلها. كان يمكن أن نعطي هذه اللقاحات لأكثر من 13 مليون نسمة. المأساة هي أن هؤلاء الأطفال سيموتون نتيجة لذلك. منذ عام 2000 المنظمة وشركائها ساعدوا على توصيل اللقاح لأكثر من 700 مليون طفل في الدول الفقيرة أو الأفقر، ومنعت وفاة أكثر من 13 مليون طفل، وحددنا أهداف لتطعيم 13 مليون بحلول 2025. ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى أكثر من 700 مليون دولار أمريكي، ونحن ندعو المجتمع الدولي للتأكد من أن هذا الصندوق ممول من أجل إنقاذ الأرواح. هذه ليست تكلفة وإنما استثمار يعود علينا بعوائد جمة بالنسبة لإنقاذ أرواح الأطفال، خاصة أطفالنا. وكما تم تعطيل هذه اللقاحات في بعض الدول، كذلك كان هناك تعطيل للكثير من الخدمات في الدول الإفريقية، وتأثر أناس كثيرون من المعرضين للخطر من أمراض مثل الملاريا. كما تعرفون هناك اليوم العالمي للملاريا، وهناك تحليل نموذجي قدر التعطيل الذي أصاب على هذه الخدمات، خدمات اللقاح ضد الملاريا في الدول جنوب الصحراء. وفي أسوأ سيناريو عدد مرضى الملاريا يمكن أن يتضاعف، ولكن هذا لا يجب أن يحدث. ونحن نعمل مع دول وشركاء لدعمهم من أجل وضع إجراءات للتأكد من أن خدمات مكافحة الملاريا مستمرة حتى مع انتشار فيروس الكورونا. ومع الإغلاق في أوروبا هناك انخفاض في حالات الإصابة في أوروبا، ولكن نحن نستمر في حث الدول على إجراء الاختبارات والعزل والاحتواء ومتابعة كل اتصال للتأكد من أن هذا التوجه يستمر. ولكن الوباء العالمي أو الجائحة لم ينتهي. أكرر، الجائحة لم تنتهي بعد. ومنظمة الصحة مستمرة في القلق بشأن التوجهات المتزايدة في إفريقيا، شرق أوروبا، أمريكا اللاتينية، وأيضا بعض الدول الآسيوية. وكما هو الحال في كل المناطق، الإصابات والحالات لا يتم التبليغ عنها كلها نتيجة للافتقار لإجراءات الكشوفات والفحوصات. نحن لدينا ممثلين في الدول المختلفة ونقدم الإمدادات عبر رحلات التضامن. وفي الأسبوع الماضي قدمنا إمدادات لأكثر من 40 دولة في إفريقيا، وهناك المزيد من هذه الرحلات المخطط لها. عالمياً، منظمة الصحة العالمية شحنت ملايين المواد من معدات الحماية الشخصية إلى أكثر من 105 دول، وقدمنا تجهيزات المختبرات إلى 127 دولة، وسنزود الملايين في الأسابيع القادمة. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، منظمة الصحة العالمية ستطلق خطة الاستجابة الطارئة، وهذا للاستجابة للاحتياجات في المرحلة الثانية. أود أن أشكر شعب الصين والبرتغال وفيتنام لمساهماتهم الأخيرة لخطة الاستجابة والاستعداد الطارئ. ونحن ممتنون لأكثر من 280 ألف شخص وشركة ومؤسسة ساهموا في خطة الرد أو الاستجابة الطارئة، والتي جلبت أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن. وأنا أشكر فلولاب لمساهمتهم بعشرة ملايين دولار. لدينا طريق طويل أمامنا والكثير من العمل للقيام به. منظمة الصحة العالمية ملتزمة بعمل كل شيء تستطيعه لدعم كل الدول، ولكن القيادة السياسية ضرورية، بما في ذلك الدور الحيوي
للبرلمانيين، وكبرلماني سابق أنا أدرك كلية الدور الكبير الذي يمكن للبرلمانيين أن يلعبوه. غدا سأشارك في جلسة عبر الإنترنت بضيافة منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد البرلمانيين لمناقشة دور البرلمانات في تخفيض المخاطر وزيادة الاستعداد، وأنا مستمر في دعوة العالم أن يلتئم سويا في تضامن وفي وحدة وطنية لمواجهة هذه الجائحة وأيضا لمنع الجائحة القادمة. إذا مشاهدينا سمعنا This virus will not be defeated if we are not united. If we are not united, the virus will exploit the cracks between us and continue to create havoc. Lives will be lost, and even every single life is very precious. We can only defeat this virus through unity at the national level and through solidarity, genuine solidarity at the global level. I thank you. Thank you very much, Dr. Terios.